حلم طفلة صغيرة كانت دائما تحلم أنها نقول تعانق السماء أو تلمس السحاب. كانت الطائرة جزء وسيلتي للوصول للسماء. مرحبا واضح، أنا فاطمة خليفة عمير العنزي، أول مهندسة طيران إماراتية. تم تكريمي في برنامج أوائل الإمارات في 2015 من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وكان دائما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يقول كون الأول، يعني فما كنت أتخيل أنا من قائمة الأوائل اللي موجودة معه، وهذا شيء أنا أفتخر فيه. كبر الحلم هذا معي وتخرجت من ثانوية عامة، تحقت دايركت بكلية الإمارات للطيران وبدأ المشوار. كنا مدرب متدربة لميكانيكية لما استوينا مهندسين، تخصص في أنواع الطائرات، طائرات الإيرباص أو البوينغ اللي كانت متوفر في طيران الإمارات. وكان هذا بشغف كبير ثاني، كل مرة يفتح لنا أبواب جديدة للتعلم. كان بي أكيد تحديات، تحدي الأكبر بالنسبة هو تحدي الذات، تحدي كوني امرأة أدخل في مجال ألقى فيه تحديات ثانية. أكون أنا مقتنعة كوني مهندسة طيران قادرة على تأدية وظيفتي هذه. جاي الهندسة ممكن يكون كان حكر على عنصر الرجال فقط بالبداية، لكن في الوقت الحالي أنا أشوف ما شاء الله النساء في كل مجال. وصلنا لعصر أن ما في فرق بين المرأة والرجل. النصيحة اللي دائما أنا أكررها لكل زملائي وإخواني، اترك بصمتك في المجال اللي أنت تعمل فيه. ما أقول إن تكون الأول، خليك موجود في مجالك، ابدع واستمتع. يعني لا تخاف من الخطوة، لا تخاف من الحلم، لا تخاف من الشغف اللي موجود. كل شيء بدايته ممكن تكون صعبة، لكن بالاستمرارية فيها اللي يجعلك أنت موجود.